مساء الخير مشاهدينا الكرام، يتجدد لقائي بكم عبر قنوات التلفزيون الجزائري، وهذا للحديث عن المواضيع اللي تهتم بسلامتكم في الطريق من خلال حصتكم الوقائية، حصة في التأني السلامة. طبعا هي الحصة اللي نسعى من ورائها إلى المساهمة في الحد من حوادث المرور، وده من خلال جملة من المواضيع اللي اقترحها عليكم أسبوعيا. والبداية حتكون من ولاية مستغانم، هذه الولاية الساحلية، والموضوع الأول راح نبداوه بالحديث عن أخطر المقاطع السوداء بهذه الولاية طبعا من حيث حوادث المرور. راح نتطرق أيضا إلى تفاصيل الحادث المرور الأليم اللي وقع وسط المدينة والمتمثل في حادث مرور بسبب حافلة نقل المسافرين التابعة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري، ونختم هذا العدد بموضوع يتعلق بأدوات الوقاية والسلامة اللي لازم توفر عليها أي حافلة، والعينة راح تكون من ولاية غليزان. تفاصيل كل هذه المواضيع نشوفوها بعد هذا الفاصل. الموضوع الأول لهذا العدد راح نبدأ به الحديث عن النقاط أو المقاطع السوداء بولاية مستغانم طبعا من حيث حوادث المرور. المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بهذه الولاية تحصي عدد من المقاطع السوداء، ولعل أخطرها هو المقطع الواقع بالطريق الوطني رقم 11 الرابط بين ولاية مستغانم ووهران، وبالضبط بالمكان المسمى سيدي منصور. أما المقطع الثاني فعبارة عن طريق الوطني رقم 17 الرابط بين مستغانم وولاية أمعسكر، وبالضبط ببلدية عين أنواسي. الأول عبارة عن منعرج خطير، وما زاد من خطورته هي السرعة المفرطة. أما الثاني فهو طريق ضيق محفوف به الأشجار، بالإضافة إلى أنه طريق محدودب بنسب عالية تنعدم فيه مجال الرؤية. المقطعان كان مسرحا لعدة حوادث قاتلة نتعرف عليهم في هذا الموضوع. سجلت مصالح الدرك الوطني لولاية مستغانم انخفاضا في عدد حوادث المرور، ففي الثلاثي الأول لهذا العام سجلت 9 حوادث خلفت 7 قتلى و18 جريح. جل هذه الحوادث تعود أسبابها للعامل البشري. معظم الأسباب اللي أدت إلى هذه الحوادث نذكر منها كان سبب المارة، التجاوز الخطير، عدم احترام إشارات المرور المختلفة، عدم احترام المسافة الأمنية، التجاوز على اليمين، بالإضافة إلى أنه في سنة 2019 التمسنا 7 حوادث اللي كان فيها السبب الرئيسي اللي هو السرعة المفرطة. أغلب الحوادث المسجلة لدى سرية أمن الطرقات بمستغانم تتكرر بنقاط ومقاطع صنفت ضمن القائمة السوداء، ولعل أخطرها منعرج سيدي منصور بالطريق الوطني رقم 11 الرابط بين مستغانم ووهران. هذه البيراج يسمي نخرج بيراج راه حي ميت، كاين اكسيدون قدامها، كاين بزاف صوالح وسائل. تمشي بعيد؟ لا بنادم كما قالك ما يشوفش غير الطريق مسرحه. هل هنا السرعه تمشي تاع 100 100 في الطريقه ديكا؟ بصح هذا الترونسون شحال فيه لازم تمشي؟ 100 80 نورمال. كون 80 و 100 دو لي ريسبكتي، او كونترير ما كاينش ما عندناش نقول حنا دي غاده منا وكل شيء، واحد يتبع الطريق تاعه. ما كاينش سي فريمون غير نشوف اكسيدو هنايا سوف صحاب لا فيتيس. لا فيتيس كاين هنايا باسكو على هي لو بلان كي تعجبهم الطريق يزيدوا فيها. تمشى 80 70 90 الاولى قبل نمشى 140 160 مع الدرك وكاع راه واقف هنايا راه نتمشى 60 80 حنا ماذا بينا كيما كاع الناس تمشى شويه شويه. قلت لك في الشتاء الشتاء ما يريفلكتيوش لا فيتيس ولي بلوليس ولا يبقى لا ميم فيتيس 140 ما يتفاجئ بالشتاء. حنا نذكرهم ونقول لهم يا ودي الانسان اللي يقتل روحه كانه قتل امه، قتل المخلوقات كلها. حذاري حذاري طريق صعيبه، على الاقل يخموا في وليداتهم، يخموا في العائله تاعهم. والناس تغويهم يقول لك سياره جديده خفيفه نجي في لا فيتيس، نو نو
احترم الكود تاعك ولا نعطي من حقي. ماذا بيا نعطي من حقي وخليه غير باش ما نهلكش نفسي. جل المخالفات اللي مرفوعه على مستوى الطريق هذه تمثل في السرعه المفرطه او عدم احترام السرعه باشاره، عدم احترام السرعه المحدده باشارات مروريه، بالاضافه الى حوادث المرور كان فيها بالنسبه للمنعرج هذا الخطير على اليمين السبب الرئيسي، هو يعتبر السبب الرئيسي للحوادث المرور المسجله على مستوى هذا المحور، وكان السبب هو عدم تخفيض السرعه في المنعرجات. هذه النقطه السوداء هي غير كما خلقت جديده، ما كناش من قدام، ما كانش عندنا النقطه السوداء هذه، ربما وعلى حسب ما شفنا على حسب ما طالعنا الحوادث المرور، غير طائنا اننا نعزز بلوحات الاشارات هي من تحديد السرعه، بالرغم من ان الطريق يمتاز بازدواجيه دو فوا، الا انه هناك حوادث المرور. اذا احنا ارتئينا باش نحدوا في هذاك الموضع، نحدوا من حتى 80 كيلومتر في الساعه. طريق محدودب بنسبه عاليه، ضيق ومحفوف بالاشجار على جانبيه، عوامل جعلت من هذا الطريق الرابط بين ولايه مستغانم ومعسكر مسرحا لعده حوادث. وما زاد في ارتفاعها هي السرعه المفرطه والتجاوز الخطير في اماكن تقل فيها مجال الرؤيه، خصوصا بالنسبه للناس اللي ما يستعملوش الطريق هذه بزاف، اللي ما يعرفهاش كي يخرج يدوبلي تكون جايه سياره، وخصوصا في الليل تكون جايه ولكن هو ما يشوفهاش نظرا لانه الطريق محدود بنسبه عاليه، هنا تكون الكارثه، وانه عندما يهرب من الخطر انه يصدم بالاشجار. الطريق هذه متميزه انها محفوفه بالاشجار على الحواف، بالاضافه انه هناك حوادث مرور اخرى مع الدراجات الناريه ما يبانوش ثاني في الليل وما يستعملوش الاضواء نتاعهم، ويمشوا الحافه تكون مباشره ما بين الشجره والطريق تكون قليله. الاشجار اللي قادم من العهد الاستعماري والطريق ضيق، وننصح السائقين باش الدوبلاج يفيدوا الدوبلاج، باسكو الدوبلاج هذا يشكل خطر، بعض الاحيان يدوبلي يخرج على الوادي راه الشجره مباشره. تكون ينقلعوا الزود توسع الطريق، المهم كاع اللي تقدرت عليك عندك وين تهبط، بصح كيما هكا ما عندكش وين تهبط. صح. واش دومونديتو ما غير نحكم برك الشجر؟ نحكم الشجر ويسعنا الطريق. عندما نشوف الاشجار على حواف الطريق نشوفوا بانها هذاك تعطي منظر جميل، وتعطي كذلك سكون ابل انفيسو لومينو في لي بيريود نوكتير، في الليل تعطينا انفيسو لومينو عندما نستعملوا الاضواء السيارات. اذا هنايا القانون واش يقول؟ يقول باللي نحدوا السرعه الى 50 كيلومتر في الساعه، لا داعي اننا نقطعوا الاشجار. في المستقبل عندنا دراسه، ازدواج الطريق تاع رقم 17 من مدينه مستغانم، اي حدود من مدينه مستغران الى غايه الحدود مع ولايه معسكر. هي عينه عن اخطر النقاط والمقاطع السوداء بولايه مستغانم. القضاء عليها لا يتحقق بالتهيئه فقط، وانما يجب ان يعزز بالحيطه والحذر، فكل واحد فينا مسؤول عن سلامته وسلامه الارض. أخطر الحوادث هي الحوادث الخاصة بمركبات نقل المسافرين، وهذا نظرا للخسائر الكبيرة تخلفها من حيث الخسائر في الأرواح والممتلكات. كما راكم تشوفوا هو حال حافلة رقم 1 التابعة للمؤسسة العمومية لنقل الحضاري والشبه الحضاري لولاية مستغانم. هذه الحافلة وقع لها حادث مرور كارثي بسبب عدم فعالية الفرامل. الحادث خلف 24 جريح وقتيل واحد اللي هو سائق الحافلة. الشهود تقول لولا خبرة هذا السائق والحنكة تاعه لكان الحادث تسبب في خسائر أكبر من هذه. نتعرفوا على هذا الحادث وتفاصيل هذا الحادث في هذا الموضوع.
هو حال الحافلة أو بالأحرى ما تبقى من الحافلة التابعة لمؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لمستغانم. خلل في الفرامل كان سبب في الحادث، ولولا خبرة السائق رحمه الله لكان الحادث أكثر دموية. كان قلت نخدم هنايا حتى نصيبوا حافلة مهودة بلا فيتاس كما نقولوا، أيا ضرب في السيارة هنا كانت هنايا، كانوا مقارين السيارات هنايا كانوا أون بان، أيا ضربهم وعليها ضربني اللي في هذه، أيا وتيك شغل هنا هذا الحيط هذا هو اللي ستوبا حبس. سمعت ضربة مورا دورت راسي حتى هذه كانوا زوج الواطا مورايا شاينا والفولفو، دخل فيهم قاسهم من الهيه زاد لحق على الهيليكس، انقلبت بيا هنا. هي بعديها دخلنا هنايا داخل البيوت جيبوا لي بليسي، كان فيها لي فيو بزاف شوا نساء كبارات وكاع، هي فاني فيها لي فيو، هي خرجنا لي بليسي. المرأة ديجا مضروبة هنا في الراس منها محلولة، شوفير جبدنا من تحت الجرارة. والشوفير مسكين فات كونتي خرجوه ميت. أنا كرئيس سائقين هذا الإنسان من أحسن الشوافرة. أنا يقول لك بحر ياكل العوام، من أحسن الشوافرة. هو لو كان ما شاش لاكسيو هذا حانك الحيطان، واحد الواطا كانوا هنا دا زمان مقاريين، هو شاف فيهم يروح فيهم وما يروحش هو حتى الكور. لا ما كاش كاين زوج مقاريين. واه كانوا زوج مقاريين، نعرف انا فاني راني ولا واه كانوا قلت هو لو كان ما تهدر مليح. لا لا نهدر انا واش نقول لك؟ قلت لك هو باهي يشوف الناس جا منا حانك الحيط وحانك ضرب الواطا، عاود مزيح بس هنا ما هو تحت. في حدود الساعة الثانية عشرة والنصف تقريبا سجلت مصالحنا وقوع حادث مرور جسماني على مستوى شارع عبد القادر بن مبارك، عطب في مكابح الحافلة أدت إلى اصطدام بسيارتين كانتين مركونتين على حافة الطريق، كذلك اصطدام آخر على مستوى جدار أحد المنازل الخاصة. هذا الحادث مرور المؤسف أدى إلى وفاة يعني سائق الحافلة وكذلك إصابة حوالي 24 شخصا. تراوح أعمارهم بين 3 سنوات إلى 70 سنة. لهذا الحادث تم تسخير ما يقارب 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين و4 شاحنات للتدخل، فيما تم الاستنجاد ب 50 عون من مختلف الرتب لتقديم الإسعافات الأولية لهذو المصابين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى شي غيفارا بمستغانم لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحويل للأسف سائق السيارة الذي توفى في عين المكان متأثر بجروح البالغة إلى مصلحة حفظ الجثث بمستغانم. جل الجرحى غادروا المستشفى في اليوم الثاني بعد الحادث، وما تبقى إلا بعض الحالات التي تعاني من كسور وإصابات استدعت مكوثها في المشفى لليوم الثالث أو الرابع على أكثر تقدير. كانوا دايرين نسحب الطاكسيات، كانوا دايرين لاغريف، طلعنا على واحد البون هودنا وصلنا عند لابوست، هي قاعد يقولنا فرنا طرحوا لي كارنت لك فرنا طرحوا لي فرنا طرحوا لي، هي هو مهود هو لنا بريمير فروج فات طلق روحه، زاد دوزيام فروج اورز ما كان ما كانش لي فواتير حابسين، هو ديريكتومون واحد التهويده غون ديسونت تهويده عند ليطا زادت لا فيتيس، هرب على الديبو كانت واحد الرومبو غير صغيره رومبو، هرب عليها بغى يدخل في الديبو زاد هرب على الديبو، قولوا قولوا له حل الباب هو مهود ماش خاش نقول لك. الشوفير مسكين قلنا زعما كردوا رواحكم ما تسوقوا ما والو، ولا الشعب باغي يقيس روحو من التعقر اللي باغي يقيس روحو من الباب اللي صدمنا في بوطون ضرب بالخار وعاود ولا وضرب قفا بانك في دلال كلمت تحت والزاج ولا تهرس كراسه ديرو الله يرحمنا معايا يعافي روحي يبغى يعتقنا اعتقنا وهو راح ضحيه الله يرحمه. أنا تستروحي في السبيطار، ماشيش تستروحي في السبيطار. كاين واحد تاع جراحة عظام راه في البلوك أوبيراتوار، ولكن حالته ليست في حاجة يعني خطورة، ما كاش خطورة عليه. أما الآخرين راهم في الأوبسيرفاسيون، يعني جروح خفيفة نقولوا، ما كاش حالة يعني اللي يستدعي أمر يعني خطورة من هذا النوع. كثر الحديث بين سكان مدينة مستغانم حول قدم الحافلة ومدى خضوعها للصيانة.
الأمر الذي جعلنا نتجه لمقر مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري بمستغانم للاستفسار حول وضعية الحافلة قبل الحادث ومدى خضوعها لمعايير السلامة. بالنسبة للحافلة رقم واحد هذه كانت ديجا درنا لها الصيانة الوقائية والصيانة العلاجية تاعها لمدة 6 أشهر ورانا عاودنا فيها كل اللوازم تاع الفرامل هذه منها تجديد المحرك تجديد علبة السرعة تجديد كل الفرامل. أنا كنت نخلص أنا كنت نشوفها نخلص فجاه تحت سيب شغل هو اللي بيجي لابو ديال عند ليطال تحت شويه قال له الفرار راح شغل الريح راح كانت المسافه قريبه. الحافله عندها توجور المؤشر هذاك تاع الريح يبين للسائق باللي كي تبدا تهود باللي راه كاين ان ديفو في الفرامل. اسكو شافهم ما شافهمش هاد الحيه تبقى عنده هو مسكين. بالرجوع للأرشيف الإلكتروني للمؤسسة يوم الحادث تبين أن السائق التزم بمسار خطه وسرعة السير المسموح بها. هنايا في طريق وهران طريق السريع طريق وهران تحت أقصى هو جرى 53 وحنا تما كنا في ديك الطريق دايرين له تحت أقصى 60 تسمينا هنا راه محتارم السرعة تاعها. هذه المسرعه لحظه وقوع الحادثه 61 علاش هو كي كان في الحدود تما زادت ماركات عليه 61 تما هنا هنا ما خالفش هو هنا مين كان في الحدود. مراقبة أجهزة المركبة قبل الانطلاق، احترام أبسط إشارات المرور والحيطة والحذر سلوكات تجنبنا مثل هكذا حالات. يعطيك الصحة أخويا طريق سلامة. سلام عليكم. صحيت طريق سلامة. في انتظار نتائج التحقيقات الأولية لتقوم بها المصالح المختصة، احنا ما علينا إن نقولوا نطلبوا الرحمة على ضحية هذا الحادث والشفاء العاجل للجرحى. طبعا كما قلت دائما أن حوادث المرور المتعلقة بمركبات الوزن الثقيل أو بالأحرى مركبات نقل المسافرين هي حوادث خطيرة، وهذا نظرا للحصيلة الكبيرة اللي تخلفها في الأرواح والممتلكات. التكوين الجيد والصرامة في القيادة والردع وأيضا التحسيس هي أنجع الوسائل للحد من حوادث الطرقات. لهذا أمن ولاية غليزان نظم بصفة دورية حملات تحسيسية موجهة لفائدة سائقي مركبات النقل المسافرين على غرار الحافلات وسيارات الأجرة. وباعتبار الدراجة النارية هي كثيرة الانتشار في هذه الولاية فهي أيضا تندرج دائما في هذه الحملات. تفاصيل في هذا الموضوع. سجلت مصالح أمن ولاية غليزان خلال الثلاثي الأول من هذا العام أكثر من 100 حادث مرور جسماني خلف 3 قتلى و 121 جريح. بالنسبة لأسباب حوادث المرور بالدرجة الأولى قلت لك عندنا أصحاب درجة نارية هما الدرجة الأولى. ثانيا عدم احترام المسافة الأمنية. ثالثا عندنا السياقة في حالة شكر. وكذلك نتيجة كان فني هناك سبب آخر هو عدم اللامبالاة تاع المرة. الردع لا يكفي للحد من المخالفات المرورية وحوادث المرور، وإنما يجب أن يتوازى مع العمل الجواري التحسيسي، وهذا ما تقوم به مصلحة الأمن العمومي بغليزان بصفة دورية ومناسباتية. أما في الجانب النشاط الجواري والتوعوي التحسيسي المصلحة سجلت حوالي 26,000 عملية تحسيسية للوقاية من حوادث المرور، والعملية كذلك ما زالت مستمرة. هذه المرة الحملة خصت لأصحاب مركبات النقل الجماعي. بجوار المحطة البرية لنقل المسافرين
عاكف رجال الأمن على مراقبة مستلزمات السلامة بالمركبات على غرار علبة الإسعافات الأولية، المدفأات ومثلث الخطر. الأخ كريم، هنا نشوفوا بلي علبة الإسعافات تاعك عندك الأكسجين راه غير سري المفعول، راه منتهي الصلاحية، عندك إيزوين مائية مسمى بالدول الأحمر هذا راه غير سري المفعول، عندك محلولين نستعملوا كحماية الإنسان باش يدخلوا في حيث جروح ولا راهم غير سري المفعول. أي نطلع لك سؤال، أي يعقل أنت تقدم واحد إسعافات أولية متى بحاجة في ليمي؟ لا. تسمعني شو تقول شو شيء هكا؟ مدفأة الحريق راهي سرية المفعول، عندك علبة الإسعافات الأولية راهي تنعدم فيها النظافة، راهي غير نظيف. إلى جانب راه تكلم معك الدراج وراه يخصك المقص الثاني، إلى جانب أن كل شيء يكون معقم ومحفوظ بشكل قانوني على مستوى العلبة تاعها. حتى غدوة تقدم إسعاف لواحد يكون في حالة خطر ولا عنده جروح تقدمها له وأنت بشكل مستقيم وبشكل صحي. هاي سرية المفعول، أعطيني الجيلي وتريون. شحال عندك من واحد دبا؟ شاف جوج. جوج. هذول هذول ريا. تستعملهم في الطريق؟ سي نورمال. كون كريفيون قطع برتي ولا تستعملهم. بصح حنا نشوفهم. هم صالحين؟ لا صالحين. عديد من الأحيان يوجد عدة مخالفة تنسيقية تمثل في عدم تقديم التذاكر. عندما يسعى المواطن الحافلة لا يقدم له تذكرة، وتذكرة هي اعتبار تأمين له على مستوى الطريق. الزيادة في عدد الركاب مما يؤدي إلى صعوبة التنقل الحافلة، وهذا بذلك يؤدي إلى حالة خطر على مستوى المسافرين، والمسؤولية الكاملة تكون على عاتق السائق. باعتبار أن أصحاب الدراجات النارية هم المتسببون بالدرجة الأولى في حوادث المرور بولاية غليزان، فإن مصالح الأمن لم تستثنيهم من أي حملة كانت قصد التقليل من حوادث هذه المركبات التي تكون في أغلبها مميتة. اي هنا برك ود البلاد غير هنا، شكون غير هنا برك ما تمشي معايا والخوذه تاعك وراي كلشي راه فضل والله كلشي انا ما عنديش خوذه الله غالب غير ما رفتهاش وصاي خوذه مليحه لي لا على بالي هو شاكسي دون ولا هي تكوفريك على بالي فيدي عندك 19 انا اللي داير غلطه ضرب هو نيشان لا عندك واحد عندي ماشي رفدهم معايا برك في حاله راك تمشي في الطريق وصرات لك حادث مرور لا قدر الله صرا حادث مرور ثم ما يعرفوش كاع واش هم الله موطو واش هم مولاها ما يعرفو حتى واحد في هذه واني متفاهمك راني متفاهمك انا اللي داير غلطه في هذه هما مو الكاسك تاعي كواطي في جيبي هذو صوالح واه من الحق عندك الكاسك لا عندي خوذة عندي ما جبتش معك والله ماني نبدا معايا والاجراءات بين نديرهم واش نتحملهم انا داير مخالفه ما عندكش رخصه سياقه تاعها لا ما عنديش رخصه سبحان الله السياقه تاعها اقل من 25 سنه هو الخوذه تاعك وراي ها الخوذه تاعك ولا ما تستعملهاش كاش كاين علاه ما تستعملهاش خصنا نبدا باش نديك واش يدير ما قدام الدار يطلع في الدراجه تاعك لازم دير له الخوذه اللي حالي راه امان ليك بارمي زيد في السيكوريتي راه مليح حالك تعمل هذيك او سي جامي تنزل تاعو ولا يكون عندك حادث وجائي هادي بعيد شر تطلب عليك ان شاء الله راك معايا دير الخوذه تاعك ربي ربي بارك الله فيك الله يسعدك الله يعطيك السلامه. الردع والتحسيس أمران هامان للحد من حوادث الطرقات، لكن لا يكفيان إلا إذا ترسخت لدى السائقين مبادئ السلامة وتحلوا بروح المسؤولية في الطريق.
قلت لك هو باه يشوف الناس جا منا حانك الحيط وحانك ضرب الوطا عاود مزيح بس هنا ما هو تاع هي قاعد يقول لنا فرنا طرحوا لي كارنت لك فرنا طرحوا لي هي هو مهود. انا كرئيس سائقين هذا الانسان من احسن الشوافره علاه يقول لك بحر ياكل العوام من احسن الشوافره الله يرحمنا هنا يا عافير يبغى يعتقنا وهو راح ضحيه الله يرحمه. التحلي بالمسؤولية واحترام أبسط إشارات المرور أمر ضروري على كل السواق، خاصة أنتم سواق مركبات نقل المسافرين، لأن سلامة السواق هي أمانة في رقبتكم. بعد أن كنا قد وصلنا لنهاية هذا العدد، نقدم شكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العدد، خاصة الفريق التقني العامل معنا طيلة هذا الأسبوع. مواضيع أخرى تتعلق بسلامتكم في الطريق راح نشوفوها بحول الله في الأعداد القادمة. سلام.